طول عمرك. نبي نجيك، نبغى ندردش معك، بس خلينا ننتقل للامي سالم بن سعد بن طاقان. يا مرحبا والله مساء. يا مرحبا ابو سعد، ومسي عليك وعلى اخواني الموجودين وجمهور قناه الواقع. الله يمسيك بالخير ويطول عمرك وعمرك. ان الان مقبلين على جائزه مهرجان الملك عبد العزيز وعن البل، كيف طريقتها؟ نبغى على ما قال جمهور البل يعرف عن ايش ممكن نعرف عن، نبغى نطلع من فقره حياكم وسط الاعلام الكبير سالم بن طاقان. يا مرحبا بك. نبغى ننشد الحين، حدثنا عن تطور الابل في ذا الوقت. الابل اول شيء مذكوره في القران الكريم. صحيح. لو يرجع لك الزمن من قديم، اللي يملك له ابل كان هيملك الدنيا وما عليها. صح. استفادوا من، هي كانت وسيله النقل الوحيده. صح. استفادوا من لبنها، واستفادوا من لحمها، واستفادوا من كل شيء فيها. فبعد الفتره الزمنيه البل لها حب ولها هوايه، في ناس عشاق اثناقه يمشون على شفها. فاستحدثوا مزاينات قبل 5 أو 6 سنوات، والان انشئ نادي البل تقريبا في عام 2015 او 2016، والمشرف عليه سيدي ولي العهد محمد بن سلمان الله يطول عمره، ورئيس النادي الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين اللي عز البل وعز اهلها. يعني تشوف ان الابل من 5 سنين الى هنا تطور جذري. انت لو تلاحظ الان جمهور البل يعادل جمهور الكره. هذا اللي نبغاه. ما تدخل اي مجلس الا يسولفون عن البل، تدخل لك استراحه، تصير لك على الرياجيل، كل المواضيع عن البل، ولا في احد من الرياجيل ما يحب البل. صح، عزلك كلام، عزلك كلام. طيب الحين مقبلين على المزايا، متى بيبدا؟ 1/12 باذن الله. 1/12 في قبل المزايا مزادات مثل مزاد حفر الباطن. نعم. هذا يفيد أهل الناقة؟ أكيد يفيد أهل الناقة. ويفيد المشاركين في المزايا؟ اللي عنده زين يجيب مثل المزاد، والرجال اللي بيكون له قاعدة إبل بيدخل المزادات وبينقلها حلال على كيفه. الرجال الفردية الموجودة في المزاد بتروح بسعرها. أنا قبل أسبوع كنت في مزاد حفر الباطن. صح. وشفت المبيعات على 300,000 و400 إلى مليون. يعني السوق فيه رافد اقتصادي، فيه حركة، وهذه كلها فائدة للبدو وفائدة للشخص اللي بيله ثردية أو بيكونه قاعدة تبل. والنادي نادي البل ما قصر، حط لهم مركز فحص عبث. صح، صح. تجي تفحص بكرتك أو يعني العبث الحين ما في، العبث انتهى. انتهى، انتهى العبث بعد انتهى. المركز اللي حطوه في النادي، بعد المركز في النادي. وأذكر المزاين العام الشيخ فهد بن فلاح بن حثين غرّت تغريدة في تويتر قال صبري انتهى عهد العبث، وانتم شفتوا اللي حصل الان. صح. يعني راعي العبث مو هو بجاي لا السنه هذه ولا شو، موضوع اصلا مقفل وانتهى، ملف وانتهى. صح. الله يحمانا واياكم. امين. لكن ترى عندنا مستثمر هنا. من؟ رشيد، ترى مستثمرين. والله؟ نعم. احنا نبغى نشوف، نبغى نحط مزاد. رشيد من المستثمرين في البلد ترى. احنا في ورجال راعي نظر. والله هذا المصدر اللي جاني. النظر والله يعني الرجال يبي له فرديات يعني على رشيد. النظر والله بورده على قولتهم. الله يطول عمره، العود اللي وراك راسه طيب ولا جاب الا طيب. هذا كلام. ومسي عليه بالخير. النور اقول مسي عليه بخير ابوك. لا عاد راقد رشيد عاد راقد. الله يطول عمرك ابو سعد. وعمرك ما يسعد. نبغى المزاين كيف طريقته السنه هذه؟ هل هي نفس المزايا اللي راح في المشاركات؟ المجال مفتوح، حاطين شروطهم، الاشواط موجوده. كم شوط؟ يعني زادوا اشواط في المزايا؟ زادوا شوط البداوه. عباره عن ايش شوط البداوه؟ شوط البداوه في 40، معك 40 ناقة اشارك ومخصص البداوه يعني. يعني الزين محدود؟ الزين البداوه. زين البداوه؟ ايه، في زين بداوه وفي زين فردي. يعني حطوا في المزاين هذا؟ نعم، هذا استحداث الشوط. حلو، يعني اللي عندها بداوه يعني حطوا له اقنعوا. بس بعلمك بداوه 10. بداوه بداوه؟ بداوه 10. طيب طيب لمرت عليك فز قلبك لها. طيب طيب في تقييم لها؟ اكيد في تقييم، في لجنه متكامله. تجيب فرديه في شوط البداوه يقبلونها ولا يقولون لا؟ أنت على حسب الزين الموجود، على حسب الزين. ابن فطيس قالها السابقه في الشوط اظهر بيدها. الناقة الطيبة بترقم، اللي ما هي طيبة بيعرضونها بوابة رقم 2. والشوط الثاني
في شوط بداوة هذا اللي استحدث السنة هذه، وشوط قعدان استحدثوه. يعني النادي والله ما قصر، طور البل ويستاهلون عشاقة الناقة. والله يستاهلون عشاقة الناقة، والله يستاهلون. ننتقل الشرس واللي بناخذ ونعطي معه في بعض العلوم اللي ممكن ما حد سمعها